يمكنك أن نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تحويل المال على تطبيقكم سياش. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، سوف نضغط على التطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سياش خاص بكم. بعد سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، سوف نضغط على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف عادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعد سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم سياج. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.